وصلنا أكيد للفقرة الأخيرة أريج. لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مواقع عادية موجودة على الإنترنت، بل أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، إلى درجة أن غالبية الناس لا يستطيعون تصور حياتهم من دون الفيسبوك. شو رأيك؟ يعني سمر بالفعل، والاشخاص اللي ما عندهم فيسبوك نحن بننظر لهم يمكن نظره انه هن ما مواكبين التطور التكنولوجي، وهن يمكن خارج هذا العالم. واليوم بدنا نحكي عن هالموضوع، وبمناسبه ذكرى تاسيس موقع الفيسبوك ب 4 شباط عام 2004، بصرنا انه نرحب معنا بالاستوديو بالسيده مريم العيسى، خبيره في التدريب وتطوير المهارات. اهلا وسهلا فيكي، سعد صباحك. سعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي على أثر مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا، قد ايه بيأثر هذا الشيء؟ هلا أول شيء بعتقد إنه هو أهم جانب بيهمنا هو جانب الاجتماعي، يعني هو هذا اللي أثر عليه صراحة، يعني فهو أكثر شيء بيأثر عليه وعلى أولادنا، يعني الشيء اللي بيهمنا بيمسنا يعني بهذا الموضوع لما بنفتحه لنحكي عن آثاره، وده غالبا بتكون الآثار الجانبية السلبية اللي ممكن تأثر. هلا لكل شيء بالحياه في جانبين سلبي وايجابي، اكيد يعني اكيد لها ايجابيات، بس نحن غالبا بنحاول نحكي او نضوي على انه هلا 15 سنه صاروا تقريبا، ال 15 سنه ما بعتقد لسه الاثر بين، يعني لسات الامور باولها، الاثر بعتقد بده جيل لحتى يبين تاثير هذا الموضوع على هذا الجيل قد ايه، شو هو التاثير يعني، بس الشيء واضح لقدام. يعني مبدئيا 15 سنه انت فيك تشوفي مشهد اليوم شاب صغير اللي عمره 15، اللي خلينا نقول ابوه او امه عطوه الوسائل التواصل الاجتماعي من وقت كان عمره 7 سنين، يعني هو خلال هدول ال7 سنين كان دائما ما عم يستخدمهم. اليوم اذا بتشوفي هذا الشاب هذا الولد اذا راح مع ابوه مثلا على مناسبه اجتماعيه، انا بعتقد بتصوري والنسبه الاكبر ما بنعمم طبعا، ما بيقدر يتواصل حتى يسلم اللي هو السلام الطبيعي اللي كنا نشوفه بشكل دائم. فهي اول، خليني اقول لك بعتقد هي اول الاثر، يعني هذا لانه عمره 15، نحن عم نحكي عن هذا الولد اللي من اول ما فتح عينه على الدنيا فالتواصل. نحن ممكن نكون الى حد ما انضج مع هالشيء، في ناس راحت يعني في ناس انسحبت بهذا العالم، لقيت انه عالم سريع الاتصال بس للاسف هن ما اتصلوا، سريع انه انت توصلي لكل مكان بس ما وصلوا، يعني كيف يعني انا دائما انبهرنا في سرعه بكل شيء، في قرب بكل شيء، في يعني كل شيء متاح، يعني صار العالم مثل ما بيقولوا مثل قريه واحده بالضبط. يعني كله متاح، لكن نحن انت كيف متخيله انه انت بلحظه من اللحظات مستوى وعيك خليني اقول لحد ما، بعدين انت اجاك انفتح عليكي عالم من المعرفه والعلم وخليني اقول مو بس المعرفه، حتى اللي هي خليني اقول الحياه الاجتماعيه او اي شيء بيحطوه باليوتيوب او الفيسبوك او بكذا، فبتلاقي عالم كتير ضخم. اذا نحن ما عرفنا بوعي معين كيف نوجه هذا الشيء، كيف نستخدمه، كيف نخدمه لصالحنا، فاكيد نحن يعني اليوم في دراسه لجامعه تايلور قال انه هن اليوم الشخص عم يقضي 20 دقيقه من وقته من ساعته، 20 دقيقه من الساعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي 25 سنه من عمره. يعني هذا العمر انا بس هون النقطه، كيف بقى بدي استخدم هال 25 سنه اللي انا بكون على تواصل فيها مع وسائل التواصل. نعم مريم، نحن رح نتابع معك حديثنا، لكن رح نتابع مع بعض استطلاع رأي عملته زميلتنا ملك وقاع، هو تقرير عن تأثير الفيسبوك بحياتنا نحن كسوريين. خلونا نتابع مع بعض. ازدحام مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى صاحب الصفحة الزرقاء الذي يستقبلك بعبارة مجاني وسيبقى مجاني أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية كبيرة. أسس موقع الفيسبوك في 4 شباط عام 2004، ويضم الموقع حالياً أكثر من 1 مليار مستخدم على مستوى العالم، ويعد الفيسبوك من أشهر المواقع من حيث تحميل الصور، حيث يتم تحميل 14 مليون صورة في اليوم، وأصبح جزءاً أساسياً في حياتنا، وكثيرون لا يستطيعون الاستغناء عنه. الفيسبوك أعظم حضارة وجدت بهذا القرن. الفيسبوك هو طبعاً من وسائل التواصل الحديثة، هي بالحقيقة وسائل تواصل يعني قربت البعيد وبعدت القريب مثل ما بيقولوا. تأثير على الصغار مو على الكبار،
الشباب أكثر من لأنه صاروا يهتموا فيه أكثر من الدراسة تقريبا. ظريف وحلو يعني وبيسلي الواحد. والله بسلبيات وبإيجابيات بس إيجابياتها أكثر لأنه الإنسان يطلع على التواصل الاجتماعي وين العالم يشوف أحداث يشوف مثلا يعني أمور كثيرة تفيده. هلا هو في له إيجابيات في له سلبيات، لازم نحن نعرف كيف نستخدم كل واحدة. السلبيات إنه كثير عم نبعد عن الجو العام وعم نبتعد عن التواصل مع الآخرين، وأحيانا مع أهلنا بنكون قاعدين كلنا بنفس الأوضة بس في عالك يعني كل واحد كان مش موبايله قاعد. غير كل شيء، بكفي التواصل الاجتماعي اللي بعيد اللي خلق لك إياه مع يعني مع أخواتنا أهلنا كلها مسافرين مختربين، يعني نحن لولا الفيسبوك ما بنتواصل معهم ما بنشوفهم. إيه عدا إنه الوعي الحضاري اللي أسس لك إياه، التنمية الفكرية توعية كلها أسس لنا إياها يعني الفيسبوك. تواصل مع أصحابي أكتر زي من طريق الإنترنت، إنه من طريقة وبتعرف على ناس من خلاله. في شغلات عم نستفاد منها وفي شغلات لا. هلا له تأثير يعني أحيانا بنلتقى بعالم أصدقائنا صرنا زمان ما شفناهم من أيام المدرسة، رجعنا عملنا علاقات جديدة. وأحيانا في أنا يعني مشتركة بصفحات إنه لها أهمية علمية، لها شغلات فبطلع على شغلات يعني على تطورات العلم. بتصفح مرات بفتح بشوف المدرسة شو بتنزلنا شغلات على الفيسبوك. في صفحات بتنزل شيء صحي عن جسم الإنسان وهيك وإفادات وهيك. هلأ هو حلو بس في شغلات إنه الناس بتاخد فيها، أنا لا بلاقيها إنه في شغلات عم يبالغوا فيها يعني هلأ بينزل كتير أخبار على الفيس تقريها أنت بتاخدي فيها إنه يا الله بتصيري بتقولي إنه إيه شفتوا على الفيس فبتضايقي بالخبر تلاقي إنه لا مو صحيح. بس حلو، أنا بلاقي إنه التواصل الاجتماعي حلو كتير. الفيسبوك وفاد وما فاد بنفس الوقت، نحنا بس السلبيات بهالوقت عم تزيد أكتر، هذا اللي عم بيأثر علينا. بس إنه سهلت علينا كتير شغلات، منك تعرف أسعار شغلات مثلا نشتري أغراض مثلا هذا شفناه على الفيسبوك جينا لعنده، فهي سهلت كتير شغلات. يعود تأسيس الفيسبوك إلى الشاب مارك زوكربيرغ، حيث تشارك هو وزملائه في فكرة إنشاء شبكة اجتماعية للتواصل فيما بينهم. كانت في بدايتها تقتصر على طلبة جامعة هارفارد التي كان يدرس بها، ثم بدأت الفكرة بالتوسع إلى أن شملت المدارس والجامعات. ومع مزيد من العمل والإصرار استطاع مارك أن يجعل الفيسبوك موقعاً للتواصل الاجتماعي للجميع وفي كل البلدان. لكن يبقى السؤال الأبرز، هل حقق الفيسبوك الغاية المقصودة منه في تعزيز التواصل الاجتماعي أم بعد المسافات أكثر بين البشر؟ هلا مريم، مثل ما شفنا تأثير الفيسبوك السلبي والإيجابي، شو رأيك تأثير الفيسبوك لقدام، حيزيد دوره ولا حيتراجع دوره؟ وأكثر شيء لفت نظرك بالتقرير؟ أكثر شيء لفت نظري هو في جملة اللي حكتها السيدة اللي قالت إنه هو قرب البعيد وبعد القريب، وهي حقيقة يعني إحنا صحيح قربت المسافات بين العالم كدول وكمحافظات، والتقينا بأشخاص نحن من زمان كان ممكن ما نلتقى فيهم ولا بأي وسيلة من الوسائل إلا بهي الطريقة، صحيح. لكن كمان بعد الناس عن بعضها، وكمان في صبية إذا انتبهتي صغيرة شو قالت إنه نحن قاعدين بنفس الغرفة وكل واحد ماسك الجهاز وقاعد. فهلأ الفكرة حلو الشخص يكون عنده وعي لهي النقطة، إنه أنا عندي وعي إنه هذا الموضوع عم بيأثر علي أنا، بس هو جانب واحد، هو كتير عم يغنينا اليوم وعم بيقرب، غير إنه عم بيقرب المسافات عم يعطينا هي المعرفة، عم تصير متاحة كتير يعني. في أنت عم يصير في تعلم ذاتي إذا قدر الشخص يسلط هذا الموضوع عليه، يعني في تعلم ذاتي بشكل رهيب. اليوم عم تتحمل الكتب صح لكن ما عم تنقرأ، يعني عم يصير تحميل الكتاب سهل، عم يصير تحميل الأبحاث سهل لكن ما عم تنقرأ، عم يلتهى الشخص بأشياء أخرى يعني. غير إذا بدي أقول الشقين السلبي والإيجابي، كمان من السلبيات أنه عم بيصير الموضوع فيه مقارنات كتير بين الحياة الواقعية الحقيقية وبين الصور، لأنه أغلب الأشخاص لما عم تحط وتنزل صور هي عم تنزل صور بأفضل حالاتها، عم بيصير في مقارنة، عم بيصير في حالة من عدم الرضا داخل البيوت، عم بيصير في نسبة طلاق كتير عالية، وهذا هذا الموضوع كتير نعرف اليوم ونشهر، وهي لساتنا نحنا. شو هي نسبة الطلاق ليش عم بتزيد؟ عم بتزيد لأنه في، أنا قلت لك قبل بشوي إنه هي في حالة من عدم الرضا، عم تشوف هي الست الأشياء الظاهرية، وهي بتقول لك إنه هو عالم افتراضي لكن هي مصدقته.
مصدقته اكثر من الواقع. ليش مصدقته؟ لانه انت طالما عم تقولي عنه عالم افتراضي وعم تشوفي وعم تروحي تطبقي او بدك تسقطي هي الاشياء اللي انت عم تشوفيها على بيتك، عم تشوف اشياء هي زوج عملها، زوج ساوالها زوج، وانا قلت لك عم ينزل صور هن بافضل حالاتهم يمكن من باحلى لحظاتهم. الصور يمكن والشغلات المهضومه اللي شفناها على الفيسبوك انه واحد حاطط طاقيه وحاطط نظاره وفي منظر حلو وراء وحاطط انه باحد البلدان على احدى الشواطئ هو بيكون على السطح يمكن صح بالضبط. وحتى مره هلا ذكرتيني بمسلسل كان شخص عم يخدع ست عم يخدع اكثر من سيده، جايب صور لكذا لمعالم اثريه بكذا دوله بيحط الصوره ولا اساس انه هو بهي الدوله. فهي القصه يعني انا كيف بوجه وين توجهي. نحن اكثر شيء اليوم بهمنا هذا الجيل اللي هو الجيل جيل اولادنا، يعني انه نحن بس نحاول لازم يكون في رقابه، لانه مو بس يعني مو الخوف بس انه هن شو اللي عم يفتحوا، حتى الرقابه بغرض التوجيه. لانه هن جيلهم اليوم. انت انا غلط اليوم كل الاشخاص اللي بتقول لك سلبيات تواصل وسائل التواصل الاجتماعي انه تبعد الولد عنا، لا انا لما بدي ابعد الولد عنا فانا عم ببعده كمان عن مستقبله لقدام، لانه هن لقدام حيصير كل الحياه كل تقريبا 90% من الوظائف حتصير كلياتها عن طريق هي الوسائل التواصل الاجتماعي. فهو لا لازم يكون في على اطلاع، والرقابه هون مو بس بغرض الرقابه، انا عم شوف شو عم لا انا بدي وجهه، فلازم انا فوت معه لهي القصص، يعني فوت معه وين لشوف المواقع اللي هي بتخدمه وبتغذي عنده هي المعرفه، يعني رقابه. واولا على انفسنا رقابه، يعني بس ما نمنع اولادنا، نعمل لهم رقابه على على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اليوم انت ما فيكي تمنعي، في اهالي عم بيمنعوا اولادهم، فهي اكيد خطا انت عم تقولي لا تمنعون. مو قصه خطا بمعنى الخطا، بمعنى انه انا لما بمنعه انا ارجعي لورا شوي قبل ما كان في التواصل او الموبايلات، لما طفل بينحرم من لعبه مقابل طفل شو بتصير بنفسيته؟ اليوم عندك انت هذا الامر متاح اولا لكل العالم، ثانيا هو ضروره، يعني نحن عم نحكي السلبيات اللي فيه وبنعرفها كلياتنا اليوم، ما لنا بحاجه نعمل حلقه ونقول يا جماعه تعالوا شوفوا هي سلبيات، الكل بيعرفها ضمنيا، لكن انا بس بدي ضوي على شغله انه انا ليش لأمنع الطفل بمكان هذا مستقبله فيه. انا دوري اليوم بس انتبه انه انا وجه الطفل وين بده يتوجه. في مواقع اليوم مثل ما في مواقع سلبيه في مواقع ايجابيه مخصصه للاطفال، مخصصة لأعمار معينة، أبدا كل كم سنة في لهم تطبيق معين، هذا التطبيق بيقدر بينزلوا لهم حتى هن بيعرفوا هي البرامج اللي بتخدمهم. اليوم في برنامج للأطفال اسمه سكراتش إنه هن بيعملوا فيها كتير حلو هذا البرنامج، بيعملوا منه بيركبوا فيديوهات وبيركبوا كذا، بينمي عند الولد ذكاءات وبينمي عند الولد يعني قدرات معينة. يعني طريقة التوجيه هي الصحيحة لازم تكون. شكرا طبعا. على هالنصيحة اللي قدمت لنا إياها، وكيف الأهل ممكن يتعاملوا مع أطفالهم فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. حبيبة قلبي بنتشكرك كتير لوجودك معنا وعلى المعلومات الحلوة اللي عطيتينا إياها. وهلأ أريز لوين وصلنا؟ هلأ وصلنا للختام، هي كانت حلقتنا لليوم، وأكيد انطرونا كل يوم الساعة 9 الصبح والإعادة الساعة 1 بالليل، وإن شاء الله هاليوم يحملكم كل الخير والسلام، ودايما خلوا الابتسامة مفتاح كل خطوة بحياتكم، وتبقوا بخير ونهارك سعيد سمع. ونهارك سعيد أريج. وأكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نلتقي بكرة على الساعة 9، ولكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وإلى اللقاء. باي باي.